اللي ضاعت يا كابتن هي دي مربط الفرس. دي بالظبط دي ده مربط الفرس. برافو عليك. كبيره قوي بالنسبه للمباراه. انت لو دي كانت جت ما تضمنش نتيجه المباراه. لا كانت ممكن تبقى. برافو عليك. انا كنت لسه اقول كده 3-2 وبعدين صح. يعتبر بلغه الكوره بقى لا ده خلاص المريخ ركب الايه المباراه ركب خلاص ده ركب خلاص 3-0 في انفرادين في اول الشوط الثاني بالظبط للمريخ. فانت أيوة. خمسه س... لا يعني ده الشناوي لا ده في كوره اتلعبت اللي هي 1 2 دي 1 تاتش 1 2 دي صعبه قوي بصراحه. دي صعبه على النادي الاهلي. انت لو تلاحظي لمده 35 دقيقه الاهلي يدخل فيه هدفين دي مش ما بتحصلش كتير. بس انا برضو هنا لازم اقف عند حته انه بالرغم انه الاداء ما كانش كويس ابدا لانه برضو النادي الاهلي عنده حته انه ما يعني ما بيخسرش قدر ان هو يرجع في النتيجه. انت شفت الجون الثاني جه ازاي؟ خدت بالك؟ خمسة من لاعيبة النادي الأهلي أو ستة على الكورة. أيوه احنا لازم خمسة أو ستة يعني أنا دي عجبتني جدا روح هي دي الروح بقى بتاعت الأهلي. بالظبط خمسة أو ستة طالعين لو ما عدتش من فلان هتلاقي فلان لو ما عدتش من فلان هتلاقي فلان. لا حاجة غريبة يعني فعلا يعني أنا ببص ستة طالعين خمسة أو ستة طالعين عايزين يجيبوا جول والله ما كانت هتعدي يعني قفشة هو بيعملها أنا متأكد إنه بيقول مستحيل يلاقي العدد اللعيبة ده في المكان ده. صح لكن برضه توفيق ربنا كبير. احنا برضه في التايم الأولاني أول دقيقة كان ممكن انفراد ونجيب جون وتتعادل كانت النتيجة عندك لسه 40 دقيقة أو 42 دقيقة تعوضي كانت النتيجة ممكن تتغير. لكن شكل الأهلي شكل الأهلي أنا بقول فعلا في أخطاء كتيرة سهل جدا إن احنا نتداركها. مهم يا كابتن إن الأخطاء دي جت في الوقت ده يعني قبل ما انت داخل على المراحل بقى الحاسمه بقى داخل على ربع النهائي الاقصائيه بالظبط يعني انت دلوقتي في مرحله تقدري ايوه بتصلح. انا مش في مرحله اقصائيه اللي هي انا وكنت تعادلت امبارح او خسرت بقول خلاص شكرا والسلام عليكم خلصت صح. او اتحط تحت ضغط. لكن انا دلوقتي بالنسبه لي لا عندي فرصه كويسه جدا حتى خلال المباراه الجايه دي طريقه لعب ويا ريت يا ريت يعني نركز شويه على طريقه احنا بنجدها. هي طريقه اللعب كابتن ساره بتتحط على اي اساس بالنسبه للمدير الفني؟ على حسب الكواليتي بتاع اللعيب اللي معاكي. انا بشكل اللعيبه اللي معايا تنفع ايه بالظبط؟ بهاجم على الاطراف رايحين جايين على طول بدني بتاعهم كويس اقوياء راجل بيلعب بالشوت بتاعه كويس راجل بصير كويس راجل بيوصل كويس بيعمل اسيست كويس فرويد بيتحرك كويس جدا فرويد محطه فرويد بيشوط على الـ على الـ على الـ على الصفات دي انا ببدا احط شغلي واحط طريقتي. لكن انا زي ما قلنا مع فيتا غير مع المريخ غير مع سيمبا ده الطبيعي المفروض ما ينفعش الطريقه دي والطريقه دي والطريقه دي. انا كمدير فني كنت بلعب ممكن في بعض الماتشات بلعب 4-3-3 وبعض المباريات اللي انا عايزه من المباراه دي ايه واللي والفرقه اللي هتلاعبني عناصر القوه والضعف اللي فيها بتتطلب العب بفرودين العب بفرود واحد العب بجناحين العب ببلي ميكر. طب ايه تقييمك للتغييرات يعني شايفها موفقه بنسبه قد ايه؟ يعني هقول يعني لما لو هتبص للنتيجه من 2-0 2-2 هقول بنسبه 70-80% هي كويسه هي كويسه ودليل ان طاهر حريف والكنترول بتاعه كويس جدا جدا على الكوره جاب ضربه جزاء بالزبط. يعني دي تتحط يعني حاجه كويسه وفي نفس الوقت هو استفاد من التغييره. لو قلنا كان بدرنا شويه كنت ممكن على فكره لو طاهر نزل بدري شويه عن 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 التوقيت اللي نزل فيه ما كنتش ممكن تاخدي منه. لان في بعض اللعيبه بيقروا المباراه وانا قاعد بره بقرا المباراه وببص ايه اللي محتاجه الملعب او ايه اللي اخطا فيه الـ 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 يعني زميلي وانا موجود او اللعيب اللي موجود مكاني وابدا اصلحه لما بغير. ففي بعض اللعيبه ما ينفعش انها تبتدي من اول مباراه ما تاخدش الـ 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 يبقى اساسي في الفرقه لازم يقعد شويه يهدى وجو المباراه يعيشه وبعدين ينزل يادي في المباراه. فانا بقول التغييرات ممكن ب 60-70% انا شايف انها مش وحشه كويسه. وليد لما نزل برده بقى فيه ليدر. انا كنت بتكلم ان وليد من مكاسب المباراه عودته وجوده طبعا انه مهم جدا كمان قبل الفتره اللي جايه يعني الفتره الحاسمه اللي احنا داخلين عليها في مباريات كتير على مختلف البطولات. ازاي بقى شفت مشاركه وليد سليمان وعودته؟ وليد ليدر وليد خبرة قائد وليد طبعا وليد في نفس الوقت عنده من الخبرات الإفريقية والمحلية والدولية اللي بيه لما يبقى موجود في فرقة إنه يقومها الروح بتختلف. وليد وجوده وعودته من خلال مباراة المريخ على ما أعتقد مكسب كبير جدا جدا للنادي الأهلي وعلى ما أعتقد ممكن ياخد فترة أطول في ماتش سيمبا اللي جاي
بحيث ان هو يعني يبقى لياقه المباريات عنده تبقى عاليه شويه، لان مهما كان اللاعب بيتمرن وبياخد مباريات وديه مش هتبقى زي الماتشات الرسميه اللي بتتحسب بثلاثه بونت بنسبه 100%. ففرصه كويسه ان ماتش سيمبا دوت اشتغل على العناصر اللي عندي. وليد ممكن، مش هقول يبتدي، لكن ممكن ياخد فتره اطول شويه في المباراه القادمه، ويحاول بقدر الامكان يثبت تشكيل. انا شايف دي نقطه مهمه. انت شايف انه صح ان مستر موسيماني الفتره اللي جايه يثبت التشكيل، ولا انه انت عندك ضغط كبير فانا لازم يعني يكون كل مباراه بقى بتشكيل مختلف بعناصر مختلفه؟ الانسجام ما بيجيش غير من ثبات التشكيل. خلينا نتكلم بصراحه شويه. انا علشان يبقى عندي انسجام واعرف الطرف اليمين اللي جنبي واللي بيلعب قدامي واللي بيلعب ورايا ونوعيه اللعيب اللي جنبي، يعني الميزه او المميزات بتاعه اللعيبه اللي جنبي بتفرق كتير جدا من كتر اللعب مع بعض. يعني الانسجام فعلا ما بيحصلش غير من الثبات. مستر فايرر لما جه هو اللي عمل الروتيشن الكتير لكل انديه مصر، بس هو كان بيعمله بشكل تاني. الجاهزيه للعيبه كلها، التحضير للعيبه كلها، دي حاجه كويسه جدا 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 جدا. ما بقولش لا وما بختلفش، بقول كويس قوي ان يحصل روتيشن كويس، تدوير للعيبه، ان كله ياخد احساس المباراه، ان كله ياخد الـ 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 عشان اجهاد ما يحصلش، فكله ياخد الـ 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 المباريات بحيث ان لو المشكله حصلت في لعيب او في اتنين يبقى عندي البديل الكفء، او مش هنقول بديل، يبقى اللي بيغير مكانه جاهز، ده بيلعب وده بيلعب. ممكن الفتره دي ما تبقاش فتره الروتيشن اللي كان عملها مستر فايرر مع النادي الاهلي في وجود ولايته كمدير فني مع النادي الاهلي. مستر موسيماني انا شايف ان الفتره اللي جايه دي بقى يعني اضيق 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 الحدود، لازم يبقى عنده يعني هنقول عمود فقري للفرقه، 6 7 8 ما بيتغيروش الا لا قدر الله اصابه، ايقاف، حاجه، اجهاد لا قدر الله. ويمكن انا برضو ما ينفعش اقول اجهاد، لان النادي الاهلي ما ينفعش معاه إجهاد كلمه اجهاد ديت، لان النادي الاهلي كل اللعيبه اللي عنده ما فيش بديل وفي اساسي، كل اللعيبه اللي عنده النادي الاهلي المفروض الكواليتي بتاعته كلها واحده. وانا ضد اللي يتقال ان النادي الاهلي فلان كان مصاب فما كانش بيقوم بنفس الدور البديل بتاعه، لا انا ضد الكلمه دي خالص مع النادي الاهلي، لان النادي الاهلي مش كلام يا كابتن ساره، لا كلام النادي الاهلي لا هو مدرسه. أكيد. النادي الاهلي ما بيختارش غير اللعيبه القادره على التحمل خلال فترات الموسم، لان اي لعيب بيجي النادي الاهلي معروف بيلعب دوري وبيلعب كاس وبيلعب افريقيا وبيلعب منتخب وبيلعب وبيلعب، فبيحارب في 4 جهات، فلازم الكواليتي اللي جايه للعيب النادي الاهلي بتبقى كواليتي خاصه، كواليتي عاليه جدا جدا جدا، والمفروض ان هو يقدر يستحمل المشاركات في الموسم دوت. فانا شايف ان موسيماني الفتره الجايه دي خلاص، احنا بنقول بقى مش عايزين درجه اقصائيه، انا شايف ان الفتره دي يثبت فيها تشكيل. حتى لو هنقول من ماتش سيمبا انا ما تفرقش كتير معايا، هيلاعب فرقه كويسه، فرقه كويسه جدا جدا.